معنا من فين الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أستاذ ضياء مرحبا بك. يعني استثمار مأساة النازحين لأغراض انتخابية، كيف تنظر إليها؟ السلام عليكم. في البداية حقيقة هذا الموضوع هو موضوع مبرمج بالوقت الحاضر، وكل الأعضاء اللي مشاركين بالعملية السياسية ومشاركين بالانتخابات ينتهزون ضيم اللاجئين الموجودين والعايشين في المخيمات. هذا الموضوع هم يعني هم تحت إرادتهم وتحت سيطرتهم بالوقت الحاضر، هم ممكن أن ينقذون دول اللاجئين بدون أن يستعملوا هذا العملية السياسية من أجل الانتخابات. يعني هاي الدعاية الانتخابية لعودة اللاجئين والوقف إلى جانب اللاجئين بالوقت الحاضر، أنا أسألهم وين كنتوا سابقا؟ ولحد الآن اللاجئين يعانون ما يعانون في هذه الشتاء القارص، ولحد الآن لم يحرك ساكن من الحكومة العراقية ولا البرلمان. ولحد هذه اللحظة نلاحظ أن السياسيين الموجودين في العراق يتزاحمون على كسب الأصوات، النازحين الذين يعيشون في المخيمات وفي السابق، ولحد هذه اللحظة لم يقدموا لهم أي دعم وأي عون. لماذا هذا الإصرار على عدم تقديم أي دعم للنازحين، وهذا الإصرار على عدم إعادتهم إلى مناطقهم؟ الموضوع ليست واقع تحت سيطرة الحكومة العراقية. نحن نعلم جيدا أن الذي يحكم في العراق هم إيران، وهي وصايا أمريكية. هذه وصايا أمريكية للحكومة الإيرانية بالإقامة الإشراف على الحكومة العراقية. الحكومة العراقية لا توجد لها حصة في إدارة العراق، هم ملتهين بالنهب والسلب وبموافقة ومعلنة، وكلهم يعترفون بالسرق ونهب أموال الشعب العراقي وقتل العراقيين. الذي يحكم في العراق مباشرة هي العصابات الموجهة من قبل إيران، والجيش القدس بما يسمى بجيش القدس، وقوات بدر، وهذه الأحزاب الطائفية الموجهة التي كانت تقاتل في السابق الجيش العراقي الأبي، واليوم هي تحكم العراق. هذه العملية بالوقت الحاضر أيضا عملية بتدمير المجتمع العراقي وتدمير البنية التحتية للمجتمع العراقي، وهذه العملية انتهاكات لحقوق الإنسان الذي يوميا. طالما تتحدث الحكومة أستاذ ضياء، طالما تتحدث عن وتطلق وعود انتخابية بالقضاء على الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة النازحين، ولكننا يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، من وجهة نظرك الحكومة إلى أي مدى هي قادرة فعلا على أن يعني تفي بالتزاماتها التي تتحدث بها؟ هذه الحكومة لا يمكن، لأن هي المجرمة، هي التي تقوم بابتزاز الشعب، هي التي تقوم بالانتهاكات بحقوق الشعب العراقي، هي التي تسرق الشعب العراقي، هي التي تعتقل العراقيين الاعتقالات العشوائية، هي التي تمول الميليشيات والحشد الشعبي، هي جزء من هذه العملية السياسية بتدمير الشعب العراقي. على الشعب العراقي أنه ينتبه، هذه الانتخابات لا تغير شيئا في مسير هذه الدولة، لا هذه الأحزاب ولا المجالس الموجودة بالوقت الحاضر الذي قاعد تتكون اليوم. نسمع هناك مجلس وهناك آخر من مجالس، هذه المجالس كلها تصب إلى مصلحة خدمة أعداء العراق وهم إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة المحتل هو المستفاد من تدمير العراق والدول الأعداء للشعب العراقي. طيب استاذ، الاتحاد الأوروبي قال إن الاحتياجات الإنسانية في العراق لا تزال قائمة، وأشار إليها بقوة، وقال إن العديد من الناس مشردين بسبب النزاع. هذه الدعوات إلى أي مدى ترى أن الحكومة ستلقي لها آذانا صاغية؟ الحكومة العراقية مثل ما قلت سابقا، الحكومة العراقية دولة موجهة من قبل إيران، حكومة الملالي، وهذه الحكومة الطائفية الموجودة بالعراق تحكم على أسس طائفية بالعراق. عدم عودة اللاجئين النازحين من ديورهم في كل مناطق العراق، إذا كانوا في الموصل وإذا كانوا في الرمادي وإذا كانوا في الفلوجة وإذا كانوا في ديالى،
هذه وكذا كانوا في تكريت أيضا في نفس الوقت النازحين بعدم إعادتهم لإزعاج الناس الشعب العراقي وتدمير المجتمع العراقي. أخي اليوم لم يعودون اللاجئين في سامرة لحد هذه اللحظة، اجوا ناس من خارج سامرة ودخلوا وسكنوا في هذه المناطق. إذا التبديل الديموغرافي الموجود في العراق مستمر على المنهج بعدم إعادتهم وتبديل هذه المجموعة البشرية أصحابين البيوت وأصحابين أصل العراق اللي كانوا في ديارهم وسكنهم، نزحوهم من هذه المناطق بالقصف العشوائي وتدمير من قبل الميليشيات. بالوقت الحاضر دمر العراق على بكرة أبيها، بعض المناطق وبعض القرى دمرت على بكرة أبيها. هذه العملية ممنهجة من قبل إيران وحلفائها. شكرا لك أستاذ ضياء شمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا.